الفارابي الطبيب معروف، بعض الناس أن يسمي في مستوصفات لهذا الاسم الفارابي، فلا يفتخر بهؤلاء. والأعظم والأطم أن تقرأ كتب هؤلاء التي ظلوا بها. الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد كما قال الذهبي في السير، شيخ الفلسفة الحكيم يعني الطبيب التركي المنطقي أحد الأذكياء، لكن ذكى ما فيه زكاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن هؤلاء، قال أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، وأعطوا عقولا ولم يعطوا فهوما. نسأل الله الثبات. وله تصانيف مشهورة، وتخرج من كتبه ابن سينا الطبيب الذي يفتخر به بعض الناس أيضا. قال الذهبي نسأل الله التوفيق، قال فتخرج من كتبه ابن سينا نسأل الله التوفيق. انظروا، وقد عاش 80 سنة وهو في القرن الرابع، وقال لو أدركت أرسطو لكنت أعظم وأكبر تلامذته. ابن سينا الذي اسمه الحسين ابن عبد الله أبو علي الرئيس الطبيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يذكر من التنقص بالصحابة، قال يذكر من التنقص من الصحابة، وأنا ما ذكرت هذه الأشياء إلا لأنها فشت ويضرب بأبنائنا وبجيلنا، لابد أن يبين نصحا لدين الله ونصحا للأمة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه وشيعته القرامطة، قال وأخبر عن نفسه أن أهل بيته أباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة، وأنه اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك. ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول هو إمام الملحدين. ابن الصلاح في فتاواه يقول هو شيطان من شياطين الإنس. الذهبي في ميزان الاعتدال قال لا تحل عنه الرواية لأنه فلسفي النحلة ضال. قال ابن حجر في لسان الميزان قال لا رضي الله عنه، وذكر ابن حجر في لسان الميزان قال أنه قال رغبت في الطب حتى برزت فيه حتى بدأ الأطباء يتعاهدون الطب عندي.